طيب أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد برضو بتعامل مع الوحدة الأولى في كتاب اللغة الإنجليزية لمادة المية. اليوم رح نتعامل مع القاعدة الموجودة في الوحدة الأولى وهي عبارة عن Introduction to Phrasal Verbs. هلأ Phrasal Verbs عموما رح يكونوا موجودين معنا في كل وحدة، لكن كل وحدة جديدة رح ندرسها رح يكون فيها 5 أفعال Phrasal Verbs جداد فقط لغير، ما عدا بالوحدة الأولى لأنه هي القاعدة الرئيسية للوحدة، فرح يكون فيها تقريب 21 Phrasal Verb جداد لازم إحنا نحفظهم ونتعلمهم ونعرف استخداماتهم ومعانيهم. فبإمكانك إذا معك الكتاب تفتح على صفحة 7 تتابع معنا بالتمارين، أو تروح على صفحة 93 بتقدر تلاقي Phrasal Verb كقاعدة موجودة في جزء القواعد Appendix 1 اللي بيشرح لكم في قواعد كل وحدة. أنا بحاول أشرح لكم إياها هون لكن بطريقة مبسطة وسلسة إن شاء الله اللي تفهموها وما تلاقوا فيها أي صعوبة. بالنسبة للphrasal verbs، أول إشي بدنا نعرفه هو تعريف الphrasal verbs أو هو شو معناه. الphrasal verb هو لا يختلف عن أي فعل آخر، لكن الأفعال الأخرى في اللغة الإنجليزية بتكون مجرد فعل منفرد. اللي اسمه phrasal verb هو بيكون عبارة عن فعل مكون من جزئين وأحيانا من 3 أجزاء. الجزء الأول منه طبيعي بده يكون verb اللي هو الفعل، يعني أول كلمة بالphrasal verb بده يكون هو الفعل الرئيسي نفسه، والجزء الثاني راح يكون حرف جر أو particle. هلأ بالنسبة للphrasal verbs هم بيكونوا نسبة كبيرة حتى أكبر من الأفعال العادية في اللغة الإنجليزية، يعني اللي عنده حصيلة phrasal verbs كبيرة حيلاقي إنه هو عم يستوعب listening عنده أحسن، writing عنده أحسن، reading عنده أحسن، لأنه معظم الأفعال اللي نستخدمها في اللغة الإنجليزية هي عبارة عن أفعال phrasal verbs بتتكون من جزئين أو أكتر ومش أفعال مفردة فقط. أيضا الphrasal verb طبعا بدنا نعرف إنه هو الفعل نفسه، يعني مثلا الفعل call بيبقى زي ما هو، لكن اللي بتغير اللي هو الجزء الثاني اللي هو الحرف الجر اللي بيجي وراه. يعني مثلا call لحالها معناها كتير من الطلاب بيخربط في معناها وبقول call يعني يتصل، لكن هي مش صحيح هذا المعنى. call يعني ينادي أو يعطي اسم يسمي، يعني باجي بقول لك شو سميت ابنك، what did you call your son، شو اسمها للبسة تبعتك مثلا، what do you call your cat، أو نادي لي على محمد، can you call محمد. فكل لحالها كفعل لحاله اللي هو احنا بنعرفه بشكله الوحيد هذا اللي بيكون بس الفعل لحاله موجود، هذا بيكون معناه مختلف عن phrasal verbs اللي بتركب عليها أحرف جر، مع انه هو بتكون من call زائد حرف جر جديد، وكل مرة احنا بنغير فيها حرف الجر اللي بيجي بعد الاسم بتغير مع معنى الفعل كله. وهاي برضو بتطرح لنا مشكلة جديدة انه احنا ما بنقدر نحذر معنى الفعل من تركيب اجزائه. يعني مثلا اذا باجي بقولكم ايش يعني call off او ايش يعني call on، ممكن انه اذا انت ما مرأت عليك ابدا بحياتك هذا الphrasal verb ما سمعته، call on ما سمعت ايش معناه، ما درسته قبل، ما رح تعرف تحذر معناه لانه معناه ما له اي دخل في كلمة ينادي او بكلمة الاتصال اللي انت رابطها مع كلمة مع فعل call. يعني call off مثلا معناها cancel، خلينا نكنسل الموضوع كله، let's call it off. اوكي call on يعني يزور زيارة. I will call on you later today، يعني راح أجي أزورك، I will visit you. وزي ما بتلاحظوا كل أنا بس غيرت حرف الجر اللي جاي بعد الفعل call، وهيك أنا خلقت فعل جديد له معنى جديد بيستخدم بسياق مختلف. ومشكلته طبعا زي ما حكينا إنه ما بنقدر نحذر الphrasal verb من أحيانا كتير ما بنقدر نحذره حتى من الجملة، يعني أنا لازم أكون عارف إيش معنى الphrasal verb حافظه كأنه vocabulary اوكي وعشان اعرف استعمله، لانه هو فعليا بيعمل عمل الفوكابولري. كل phrasal verb له معنى مختلف عن غيره. هلا زي ما حكينا الجزء الاول بده يكون فعل، فهذا فعل حقيقي، يعني مثلا ممكن انا احكي call، ممكن احكي calls، he calls on me every week، بيجي يزورني كل اسبوع، he called on me last week، يعني هو اجى زارني
الأسبوع الماضي. They are calling off the meeting، يعني هم عم يلغوا الميتينج. فلاحظوا إنه كيف أنا كفعل حقيقي بعامله معاملة الفعل العادي، بعمله continuous، بإمكاني أعمله past، بإمكاني أعمله present، يعني بتغير شكل الفعل. فما إلا دخل بالفعل إنه تغير شكله أو لأ، عادي إنه يتغير شكل الفعل، لكن معناه بيضله ثابت طالما إنه حرف الجر اللي وراه ثابت. يعني call on، calls on، calling on، called on، كلهم لهم نفس المعنى، يزور، بس بالماضي، بالحاضر، بالمستقبل. هلأ إحنا الموجود عنا الفريزل فيربس الموجودين بالكتاب هم المطلوب مننا نحفظهم، وزي ما قلت إنه هاد ما يعني صعب جدا إن نقدر نحذر معناها من الفعل نفسه أو من السياق، فأنا لازم أكون دارسهم وحافظهم. فالحلو في الموضوع إنه إحنا كل وحدة في عنا بس 5 أفعال فريزل فيربس جداد. يعني مثلا الوحدة الثانية ممكن يكون عندي الفعل كم هو الرئيسي، يكون منه come in، come up، come off، come out، يعني 5 أشكال للفعل come. فهدول بس اللي أنا بدي أحفظهم، إلا ما عدا الوحدة الأولى. فالوحدة الأولى في عنا تقريبا 21 phrasal verb، لأنه هي القواعد نفسها بتتعامل مع phrasal verbs، وهدول ممكن نلاقيهم بصفحة 7 بإكسرسايز 1, 2, and 3. خلينا نبلش بالإكسرسايز الأول، وراح أنا أحط لكم معاني phrasal verbs حتى نشوف كيف بيختلف المعنى، وهدول مطلوب منكم تحفظوهم يا جماعة عشان تقدروا تستعملوهم في سياق الجملة. هدول بيجيكم كجزء من الفوكابيلري، يعني كجزء من معاني الكلمات هي بتيجي الفريزل فيرب. بيكون في عندك فراغ في الجملة وبيحكي لك اختار الفريزل فيرب الصحيح حتى انه تكمل معنى الجملة. فإذا انت مش عارف معنى الفريزل فيربس الموجودين عندك بالخيارات، مستحيل تقدر تندل على الجواب الصحيح، فلازم نكون درسينهم كفوكابيلري. ما رح يسألوكوا فيهم على القواعد كتصريف، هو رح يجيب لك إياه هو نفسه مصرف وجاهز، بس أنت اختار هل بدك تستعمل calling in ولا calling out ولا calling up ولا calling off مثلا، حسب الجملة الموجودة عندك. وممكن برضو يجي على شكل أنه يكون هو نفسه الفريزل فيرب موجود في الجملة وجاهز، يعني الجملة كاملة ما فيها فراغات، لكن الفريزل فيرب نفسه محطوط بين قوسين وبحكي لك شو معنى هذا الفريزل فيرب، وبيكون معطيك 4 خيارات حسب معنى الفريزل فيرب. بهاي الحالة ممكن السياق أنه يساعدك شوي تقدر تحذر المعنى، لكن عادة يعني عادة بيكون نمط الأسئلة أنه املأ الفراغ، يعني السياق ما رح يقدر يساعدك، لازم أنت تكون حافظ الفريزل فيربس. خلينا نشوف أول فريزل فيرب موجود عنا، هم 6 أفعال مختلفين كلهم بتشاركوا بالفعل الرئيسي break، يعني كلهم break ببلشوا. طبعا تذكروا انه break فعل عن جد، يعني ممكن يكون breaks، ممكن يكون breaking، ممكن يكون broke، ممكن يكون broken، فهذا ما بيأثر على معناه، التصريف تبعه ما بيأثر على معناه، لكن اللي بيأثر على معناه اللي هو ايش حرف الجر اللي انا ضفته لإله. يعني مثلا احنا عنا 6 حروف جر ممكن تيجي مع break. break in مثلا، اذا انا حطيت in بعد break صار عنا break in phrasal verb، معناه to enter by force، يعني يقتحم، انه يكسر شباك او يكسر الباب او يفوت معه سلاح، دخل يعني بالكسر، فدخل بالقوة. فهذا اول phrasal verb انا لازم احفظه واعرف شو معناه. طبعا زي ما انتم لاحظين على اقصى الشمال في الشاشة عندك page 7 اللي هي القاعدة نفسها عليها اسئلة، فexercise 1 بطلب منك انك تختار واحد من هدول التصاريف اللي هلأ رح يطلعوا اللي هم 6 كلهم بتشاركوا بالفعل break عشان تملأ الفراغ الموجود بتمرين رقم 1 بصفحة 7. فبامكانك ترجع لهذا السلايد ويعني تقدر تختار ايش هو phrasal verb اللي انت بدك إياه لكل جملة حتى تكمل معناها، أو بإمكانك تروح على صفحة 93 وتطلع على معاني break وتعرف معانيهم وتختارهم في الجمل الموجودين بالتمرين الأول بصفحة 7. طبعا برضو بدنا نتذكر انه هدول يعاملوا معاملة المفردات الفوكابيلري، وطبيعي جدا انه احنا باللغة الانجليزية، يعني هي هون بتكمن صعوبة اللغة الانجليزية، انه اذا انت فتحت الديكشنري مثلا عشان تطول معنى كلمة، راح تلاقي انه الكلمة الوحدة لها يمكن تحتها 30 معنى مختلف،
وطبعا المعاني الكلمة هاي بيعتمد على السياق الجملة، فأكيد راح يمر معنا إنه في أنت واحد من هدول الفريزل فيربس أنت عارف معناه، لكن إحنا عم نأخده بمعنى مختلف بمعنى جديد. فأنا ما بيهمني كل المعاني اللي إلها علاقة بالفريزل فيرب، أنا بس بيهمني المعنى اللي إحنا حندرسه، لأنه هذا هو المطلوب منا في السياق اللي راح يجينا بالامتحان. يعني مثلا إذا أجانا break up إحنا عارفين إنه معناه إنه يقطع علاقة معينة، لكن مثلا ممكن ندرسه إحنا بمعنى مختلف هلأ. فإذا درسناه بمعنى مختلف فإحنا ما بدنا إياه على العلاقات، إحنا بدنا إياه بالمعنى الجديد اللي إحنا درسناه حسب سياق الكتاب. هلأ break away هو اللي phrasal verb الثاني، لاحظوا أنا بس غيرت حرف الجر، بدل إن حطيت away. هلأ break away يا جماعة معناها to leave. كيف يعني تليف؟ يعني أنا بفصل حالي عن عيلتي، بفصل حالي عن أصحابي، بفصل حالي عن مكان معين وبرحل، بروح، يعني أنا تركتهم ورحت. That's break away، يعني تقريبا زي break up لكن مختلفة نوعا ما، إنه أنت فعليا عم تروح، مش عم تقطع relationship، أنت عم تقطع علاقات عامة بكل إشي له علاقة بهاي العيلة مثلا. So he broke away from his family، يعني بطلوا يعرفوا له خبر، خلص قطع صلته كلها فيهم، هرب منهم زي ما تقولوا. اوكي he broke away from his friends، he broke away from bad company، يعني تركهم وراح وبطل يتواصل معهم نهائيا وانقطعت اخباره. الفريزال فيرب الثالث اللي هو break through، طبعا هذا واحد من الامثله اللي بحكي لكم عليها انه ممكن يكون لها معنى اخر لكن احنا ما بيهمنا. هلا في لها معنيين break through، واحد انه يخترق حيط مثلا، يكسره او زجاج او إشي زي هيك، لكن مش هذا المعنى اللي احنا بدنا اياه. احنا اللي بدنا اياه اللي هو معنى انه to achieve sudden success، يعني ينجح او هو نجاح مفاجئ، يعني لما الشغلة فجأة انت تفهمها او تكون بتحاول تحل بسؤال وفجأة يجيك الحل هيك في بالك، هذا اسمه breakthrough. او مثلا حدا بيحاول يفهمك بنقطة معينة وفجأة انت تفهمها، فهو هذا اسمه breakthrough. فbreakthrough اللي هو sudden success، يعني هو نجاح مفاجئ، ممكن يكون النجاح هذا في البزنس، ممكن يكون في اختراعات، ممكن يكون مثلا بتحاول اخترع شغلة بقالك سنوات وبين يوم وليلة يعني صار نجاح، فهذا اسمه breakthrough. فbreakthrough معناها a sudden success. هلأ breakdown يعني يتعطل، يبطل يشتغل، وعادة احنا بنستعملها لما الشغلة تبطل تشتغل منها لحالها، يعني ما حدا خربها، هي لحالها خربت. فإذا computer broke down انه هو خرب، بطل يشتغل، it stopped working. فهذا break down. بالنسبة لبريك اوف، هلأ break off برضو to stop، لكن to stop abruptly يعني to stop suddenly، انه فجأة توقف، لكن انا ما بحكي عن الشغل هون. هلأ اذا كان ماشين تعطل او اشي بطل يشتغل او كمبيوتر مش عم يشتغل او موبايلك مش راضي يفتح، هذا اسمه break down. لكن break off انه مثلا انا بكون بحاضر بشغلة معينة او بحكي معك بشغلة معينة وفجأة بوقف بدون اي اسباب، بقطع حكي. اوكي او ممكن حدا يكون مقطعنا مثلا، انه the meeting broke off by the protesters، انه مثلا الاجتماع تبعنا انقطع او توقف بسبب المحتجين، انه هم قاطعونا، او من غير اي سبب هيك فجأة بتلاقي الواحد بطل يحكي، دار حاله ومشي. the professor broke off his speech، قطع حديثه، وقف حديثه، وهو بيكون بشكل مفاجئ بدون ما يعطي أي أسباب أو بدون يعني مقدمات لإله، عادة بيكون هيك. هلأ الأخير اللي بدنا نعرف معناه اللي هو break out، لاحظوا أنا بس عم بغير حروف الجر اللي جاي بعد break، دايما break هو بالأول بعدين بيجي وراها حرف الجر، يعني هي break بالأول بعدين down، هي break بالأول بعدين through، وبكون معناها مختلف يا جماعة. فهدول ضروري نحفظهم لأنه هدول رح يجوا بالامتحان المتيرم وبالفاينل وبالكوزات طبعا. break out انه عكس break off، break off انه وقف فجأة، هلا break out انه صار بلش فجأة وانتشر. هلا هاي مهم حكاية انتشر، يعني هو مش بس بلش، هو بلش فجأة وانتشر بسرعة. هاي عادة احنا بنستعملها للأمراض، زي مثلا كورونا، نمنا تاني يوم صحينا لقينا الدنيا فيها كورونا، من وين اجت، كيف صارت، كيف انتشرت بهالسرعة الرهيبة هاي. فهذا اسمها break out، كورونا break out in March، يعني هي انتشرت أو بلشت وانتشرت في شهر 3. عادة بنستعملها للنار، أي إشي بيبدأ وبينتشر بسرعة، زي الإشاعات، النيران، الحروب،
الدموع مثلا واحد لما يعيط ما في مجال انه يقعد يفكر في الموضوع, فجأة بتنزل دموعه صح. So she broke out into tears, انفجرت بالبكاء. يعني لاحظوا حتى احنا بالعربي نستخدم كلمة انفجرت صح. فهذا معنى break out, عادة للنيران, للأمراض, للاحتجاجات, للحروب, للقتال, للدموع, أي إشي ممكن إنه فجأة يبلش وبسرعة يعني يصير كارثة إنه الواحد ما يقدر يسيطر عليه وقفه. هلأ هذا بالنسبة للأول phrasal verb إحنا مطلوب منا نتعلمه بهاي الوحدة اللي هو break, وهو زي ما انتم شايفين مكون من 6 افعال مختلفة حسب حرف الجر اللي بيجي وراه. هلأ هذا عليه تمرين اللي هو exercise number 1 بصفحة 7. بامكانكم توقفوا الفيديو هون, تروحوا تحلوا الاكسرسايز, وطبعا حلول هاي التمارين كلها موجودة على التيمز. انا راح احط لكم ملف اوريدي, هو محطوط حتى الملف بتلاقوه تحت files بالتيم تبعكم. بامكانك تفوت تشوف انه answers for pages 7 and 8 بتلاقي الحلول موجودة ان شاء الله. وكمان موجودة هاي الحلول الأسئلة التمارين الموجودة بالكتاب موجودة على الإي ليرنينج. يعني إذا رحت على الإي ليرنينج بإمكانك تلاقي حلول أسئلة صفحة 7 و8 بعد ما أنت تحل روح تأكد من إجابتك. طبعا تذكروا إنه بريك فعل حقيقي, يعني على حسب الجملة اللي عندك ممكن أنت تضطر تستعمل بريكينج أو تستعمل بروك أو تستعمل بروكن حسب الجملة يا جماعة. فبدنا ننتبه لتصاريف الأفعال زيها زي أي فعل تاني طبيعي. هلا خلينا ننقل على برضو صفحة 7 بس التمرين الثاني. التمرين الثاني راح تلاقوا فيه عندي 10 phrasal verbs جداد, فهيك بصير المجموع لهلا 16 مع بعض. اللي هو التمرين الاول عندي 6 والتمرين الثاني عندي 10 phrasal verbs, فهلا انا بدي ادرس هدول العشرة. اول فعل عندي له علاقة بلوك, يعني كلهم راح يكونوا look, بس كل مرة بدي أغير حرف الجر اللي وراها. زي هون أول واحدة look out, look out يعني be careful, احذر انتبه. باجي بقول لك مثلا look out the bus is coming, إنه انتبه الباص جاي, أو look out the ball, إنه جاي ناحيتك الطابة راح تخبط فيك. هلأ إذا أنا غيرت out وحطيت مثلا after بصير المعنى مختلف تماما. look after يعني يعتني به, أنت بتدير بالك على إشي. so you need to look after your baby brother, إنه بدك تعتني بالبيبي براذر تبعك, أخوك الصغير بدك تكون أنت البيبي سيتر تبعه وتهتم فيه. When your parents are older you need to look after them, you need to look after your studies, بدك تهتم بدراستك. look after اللي هو يعتني به أو يهتم بشيء معين. لاحظوا أنا بس اللي غيرته حرف الجر بعد look, وتذكروا إنه look فعل حقيقي. يعني ممكن بجملة أنا أستعمله looked, ممكن بجملة تانية أنا أستعمله looking, أوكي؟ ممكن بجملة أخرى أنا أستعملها looks حسب he مثلا أو she looks إذا كان singular subject. هلأ الفعل الثالث اللي بدنا نتعلمه برضو بلوك له علاقة بلوك اللي هو look for. look for معناها يبحث عن, search for. والأخير هو برضو look up, ولook up برضو معناها يبحث عن, search for. طب استنوا شوي, قبل شوي أنا قلت لكم إنه كل ما نغير حرف الجر اللي بعد الفعل بتغير معنى الفعل كله. طب كيف look for و look up حرفين جر مختلفين بس إلهم نفس المعنى؟ طبيعي هذا الإشي ما بصير صح؟ فبدنا ننتبه إنه look for و look up إلهم معنيين مختلفين. هلأ الاثنين معناهم يبحث عن, لكن عن إيش بتبحث بيأثر phrasal verb. هلأ إذا كان الإشي اللي بتبحث عنه شيء مادي ملموس ممكن تلاقيه وتمسكه بإيدك, فأنا بستعمل look for. يعني أنا عم بدور على مها مش لقيتها, ساعدني أدور على مها, let's look for مها, لأنه بالأخير أنا لما أوصل لمها بقدر أمسكها, هي جسم مادي صح. وين موبايلي مش عارف, let's look for it, بدي أدور عليه أبحث عنه. طب سيارتي أنا صفيتها بس نسيت وين مكانها, ساعدني إنه to look for it. أي شيء مادي بدي أبحث عنه بستعمل look for. هلأ إذا كنت بدي أبحث عن شيء غير مادي أو غير ملموس, يعني معلومة, صورة على النت, ويب سايت, يعني هذا كله ما بتقدر تمسكه صح. يعني معلومة ما بتقدر تمسكها, انت بتقدر تمسك الورقة المكتوب عليها المعلومة. هلأ اسمك على القائمة مثلا, انا باجي بحط لك حضور غياب, بقدر امسك الورقة بس ما بقدر امسك اسمك صح. فانا I need to look your name up او look up your name. طبعا في منهم هدول phrasal verbs بينفصلوا, وفي منهم يعني حرف الجر بينفصل شوية بيجي الاسم look your name up أو look up your name من غير ما أفصلهم, وفي منهم ما بيرضوا إنهم ينفصلوا, بس هذا الحكي كله مش مطلوب منا.
المطلوب منا بس إنه نعرف شو معانيهم ونستخدمهم بصورة صحيحة في الجملة. فلوك أب a picture on your mobile, look up a word in the dictionary. أنت بتقدر تمسك الدكشنري بس بتقدرش تمسك الكلمة اللي بدك تدور عليها جوا الدكشنري, صح؟ look up a website, look up a video, look up a picture, look up a name. هاي كلها أشياء غير مادية ما بنقدر إننا نمسكها, فعشان هيك بده يكون نستعمل look up مش look for. أوكي, هذا الفرق بيناتهم. فهي أول فعل عندي بإكسرسايز 2 اللي هو look, في منه أربع أشكال. بعدين الفعل الثاني اللي بالإكسرسايز الثاني برضو اللي هو get, put في منه ثلاث أشكال. put on يعني يرتدي أو يلبس, البس جاكيتك, البس طاقيتك, put on your sunglasses, put on makeup, إنه واحد بيحط الميكب على وجهه بيلبسه أو بيرتديه. put out يعني يطفي, عادة نستعملها طبعا للنار, احنا بنستعملها للنار او اي اشي فيه نار مولع, يعني ما بقدر انا استعملها ممكن استعملها للضواو مثلا, لكن ما بستعملها مثلا للتلفزيون او للراديو. فبحكي put out the lights يعني turn them off, او put out your cigarette يعني extinguish او end it, اطفيها, put out the fire. وفي عنا put off. put off يعني يأجل, postpone أو delay, ما بلغي أنا بس بأجل. okay, ف this is to put off, يعني don't put off your studying until later, ما تأجل دراستك لبعدين. فهدول ثلاثة من فعل put, يعني هو نفس الفعل put لكن أنا عندي له ثلاث تصاريف. هلأ الفعل الأخير الموجود عنا بإكسرسايز 2 على صفحة 7 اللي هو get. get في منه ثلاث أشكال, طبعا get through يعني يتواصل أو يرتبط, the connection cannot get through أو the call cannot get through, يعني مش عارف أتواصل معه, مش عارف المكالمة مش عم تشبك بالضبط, هيك تشبك. أوكي, بعدين في عندي get on اللي هو إنه يركب أو يأخذ, يعني get on the bus, get on the taxi, get on the meeting, إنه بلش فيه خده اركب. أوكي, بعدين في عنا get up. get up معناها to wake up, يصحى. أوكي, إلها معنى آخر لكن ما بدنا المعنى الآخر, إحنا بدنا بس إنه wake up, هذا اللي رح يجي معنا. فهذا ال phrasal verbs الموجودين بالتمرين الثاني في صفحة 7. هلأ إذا انتقلنا على صفحة 8 التمرين الثالث والأخير, رح يكون في عنا 5 phrasal verbs جداد بدهم ينضافوا على ال 16 phrasal verb الأولانيين. فأول واحد اللي هو set up. set up يعني طبعا إلها معاني كتير, من ضمنها إنه يهيئ أو يرتب, لكن المعنى اللي إحنا بدنا إياه اللي هو إنه ينصب مكيدة. يعني أنت لما بتيجي بتنصب مكيدة لحدا بدك تحاصره أو بدك تمسكه, you set him up أو you set it up. الفعل الثاني اللي هو work out برضو له أكتر من معنى, ممكن إنه معناه إنه يحل أو يفهم, يعني I can't work out this problem, مش قادر أفهمها, لكن المعنى اللي إحنا بدنا إياه اللي هو التمرين to exercise, يعني يلعب ألعاب رياضية فعليا, هو هاي هي work out. let's work out يعني let's exercise, تعالوا نلعب رياضة. أوكي, hold on يعني to wait, يستنى, هي مش معناها يمسك, هي مش معناها إنه معنى آخر إلها إنه يمسك بإيده, لكن المعنى اللي إحنا بدنا إياه إنه ينتظر. بعدين في عنا drop out of, إنه لاحظوا هنا في عندي حرفين جر جايين وراهم, إحنا حكينا إنه phrasal verb يا إما بتكون من جزئين أو أكتر, زي drop out of. drop out of إنه يترك, leave أو quit يعني يترك, عادة للدراسة هي. you drop out of class يعني بينسحب من المحاضرة أو من المادة. you drop out of school يعني ترك المدرسة وراح يشتغل بدل ما يكمل دراسته, ما كمل دراسة. drop out of college يعني إنه ما بده يدرس بالجامعة, طلع منها تركها. والأخير اللي هو give up. هلأ give up يعني يستسلم أو يترك, واحد يعني واحد, هذه إلها معنيين, إحنا ما بدنا المعنى تبعي يستسلم, إحنا بدنا معنى إنه to stop, إنه يترك. you can give up smoking if you want, يعني بإمكانك تترك التدخين إذا بدك. هلأ هيك بيكون وصلنا لنهاية القاعدة الموجودة بالوحدة الأولى,
وبتتعلق بالفريزل فيربس. زي ما قلنا هي فيها فريزل فيربس كتار، لكن الوحد الجاي إن شاء الله كل وحدة فيها بس خمسة بدنا ندرسهم إضافة لهدول اللي إحنا لازم نعرفهم بالوحدة الأولى. هيك بنكون خلصنا المحاضرة. أنتوا حلوا الأسئلة وتأكدوا من إجاباتكم يا إما على التيمز يا إما على الإي ليرنينج، ويعطيكم ألف عافية، وبنشوفكم بالفيديو الجديد اللي رح أشرح لكم فيه إن شاء الله استخدامات الفاصلة اللي هي موجودة بالpunctuation mark في الوحدة الأولى، وهي آخر جزء لنا في الوحدة الأولى. يعطيكم ألف عافية.